وللنقاش ينضم معنا من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أمير. بداية، صحيفة الحياة اللندنية قالت إن المرجعية الدينية بعثت رسائل طمأنة لائتلاف الفتح، ما الذي يفهم من هذه الرسائل؟ مساء الخير، أهلا بك وشكرا على الاستضافة. شيء طبيعي أن تنادي المرجعية في هذا الوقت بالذات، خصوصا هذا الوقت والذي يعني نرى فيه تغيرات كثيرة في المنطقة، في العراق، إيران، تخاف على أن يكون هناك نوع من التخلخل الداخل للجبهة الطائفية التي ساندتها المرجعية. إذن ليس، أنا في نظري أنه ليس حبا السيد هادي العامري، ولكن يعني تأتي انسجاما مع حالة الانقسام الموجودة داخل الصف الشيعي بقرب الانتخابات العراقية، لأننا وكما نعرف هناك انقسام كبير داخل البيت الشيعي بين السيد حيدر العبادي الذي يعتبر خارج هذا النطاق لعلاقته مع الغرب وأمريكا، وما يحدث من قبل السيد مقتدى الصدر ويعني وتحالفه مع الحزب الشيوعي العراقي والذي سمي بتحالف المنجل والعمامة. إذن هناك تغيرات كبيرة دخلت على الجبهة الشيعية الداخلية. إذن من هذا المنطق المرجعية أو يعني فهمت الوضع، نعم، تحاول أن يعني أن تحافظ على هذا الانسجام داخل الجسم. أستاذ أمير، يعني كيف تتوقعون شكل المشهد السياسي العراقي بعد أن قدمت ميليشيا الحشد 500 مرشح للانتخابات؟ هذا ما ذكرته صحيفة ميدل إيست آي البريطانية. هذا يدل على شيء يعني مهم، وهو أن إيران ستضع ثقلها في الانتخابات العراقية. إذا ما نظرنا بعين الاعتبار يعني قوة الحشد وعلاقتها في المؤسسات العسكرية الإيرانية، لأن إيران الآن لا تعتمد على العبادي، وليس لها يعني النية بالاعتماد على المالكي في الوقت الحاضر، لأنها ورقة خاسرة بالنسبة إليها. إذن هي تعتمد على هذه الميليشيات، لأن معركتها الكبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر، وخصوصا بعد التطورات التي شهدت على الملف النووي، إيران تضع ثقلها في العراق، لأنها بالنسبة إليها معركة كبيرة ضد خصومها في الإقليم، ضد السعودية. التقارب الذي كان بين السعودية وحيدر العبادي يعني هو كثير، بس العلاقات الإيرانية في العراق. إذن إيران ستضع ثقلها الكبير بالسيد العامري، لأنه الجندي. هل إيران بحاجة إلى هذا الثقل عن طريق الحشد الشعبي؟ إذا ما اطلعنا على كمية التغول الإيراني في كافة مؤسسات الدولة العراقية. صحيح صحيح، هذا الكلام موجود بالأمس وفي الوقت الحاضر، ولكن لا نعلم ماذا سيحدث غدا. التطورات، أنا سبق وأن تكلمت من مدة طويلة عن النية الغربية والنية الأمريكية بقطع أذرع إيران. بعض الأخوة في الكثير من القنوات لم يصدقني. أنا في نظري أنه وصلنا إلى الحدود يعني الأخيرة من وجود إيران في الإقليم. الرئيس الفرنسي قبل يومين قالها بصراحة، هذه أول مرة تقولها فرنسا، أنه على إيران إذا أرادت أن يعني أن تحاور الغرب في مسألة الملف النووي، هناك ثلاث شروط. من هذه الشروط كانت الخروج من العراق ومن سوريا ومن لبنان. طيب، وكالة رويترز نشرت تقرير ذكرت فيه أن المالكي يرتدي عباءة البطل الطائفي لاستعادة رئاسة الحكومة مرة أخرى. يعني هل اختلف خطاب باقي الكتل عن خطاب المالكي أم هو نفسه؟ لا، شيء طبيعي. السيد المالكي يعني يجرب ورقته الأخيرة، ولكن ورقته قد احترقت ولم يكن لها يعني أي أهمية في الوقت الحاضر، ولكنه يعاود على ما بعد الانتخابات. لأن الانتخابات وكما نعرف هناك يعني تحالفات ستكون ما بعد الانتخابات. إذا من هذا المنطق السيد المالكي يحاول الدخول مرة ثانية للحكم عن طريق التحالفات التي ستأتي بعد الانتخابات.
ولكن الشيء الذي يجب أن نقوله له وللأخوة المستمعين بأن التحالفات القادمة، التحالفات ما بعد الانتخابات، سوف لن تكون بالسهولة وكما كانت في السابق. الأمور تغيرت وكل ما حدث في العراق وما يحدث في حدود العراق هو ليس كما كان في السابق. إذن التحالفات ستكون بصعوبة، وأنا في نظري المشهد العراقي سيكون حبلى بأحداث كثيرة، لأن أستاذ أمير، ألا تعتقد أن الخطاب الطائفي أصبح خطابا مستهلكا داخل الشارع العراقي؟ إذا لماذا يعود المالكي وغيره لمثل هكذا خطابات؟ هي يعني يحاول، يعني ليس له أي أوراق أخرى، يحاول، لأن يجب أن نقول بأن السيد المالكي ليس له أي يعني برنامج سياسي سوى برنامج الطائفية، اعتمد على يعني موقعه كإنسان طائفي وكإنسان له يعني نوع من يريد يعني أن يظهر بأنه شخص شيعي قبل أن يكون عراقي، وقالها أكثر من مرة. إذا يعني نحن ليس هذه المرة الأولى التي نسمع هذه الأشياء. المالكي عرف من أقواله ومن أعماله في العراق، إذا ليس له سوى هذه الأشياء. طيب، ليس له أي برنامج سياسي عراقي وطني. طيب، النائب زينب السهلاني كشفت عن اتفاق سري يجرى الآن لتقاسم المناصب بين الكتل السياسية بعد الانتخابات. السؤال هنا، ما حاجة العراق والعراقيين لهكذا انتخابات بينما المناصب توزع على نفس الشخوص وتغير المناصب بينهم فقط، وكل 4 سنين يكون العراق مشوه بهذه الصور واللافتات الانتخابية؟ صحيح، ولكن لننتظر. أنا في اعتقادي الشخصي الأمور تبدلت، يعني والأمور سوف لا تكون بهذه السهولة التي تفضلت يعني بالحديث عنها. هناك أشياء، هناك صعود في المد المدني، ولو كان هناك يعني مجابهة قوية من قبل الإسلام السياسي الطائفي في العراق، لكن الأمور تغيرت عندما نرى السيد مقتدى الصدر يتحالف مع الشيوعيين، يعني هذا لم نجده قبل. هناك تحالفات مدنية يعني حتى ولو كانت مختلفة فيما بينها لا تمثل المد الوطني العراقي لغياب السنة عن هذه التحالفات التي تدعى بالمدنية، ولكن هناك نوع من التغير في معادلة الانتخابات العراقية. هناك وكما تعلم شيئان مهمان سيقرران في يعني الانتخابات العراقية. أولا هو حالة الفساد وحالة كشف زيف العمامة الدينية التي سرقت الإنسان العراقي. شيء ثاني أهم هو ضجة الملف النووي في المشهد السياسي العراقي، وهذه الضجة ستكون في صالح القوى الوطنية بقوسين القوى التي ليس لها صلة بجدات إيران في العراق. الكاتب والسياسي العراقي السيد أمير المفرجي، كنت معنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك.